مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة بكرة. فكما كتابوا معنا مشاهدينا الأعزاء، احنا كنتواجدوا بحديقة محمد الخامس، الحديقة التاريخية، الحديقة اللي في العمر ديالها أكثر من 100 سنة. مشاهدينا هذه حديقة اللي زاروها يعني الملوك الثلاث، بطل التحرير محمد الخامس، المرحوم الحسن الثاني، وايضا محمد السادس، ولكن حاله كارثيه كتواجد فيها هاد الحديقه، حديقه محمد الخامس. حنا غنقوموا بجوله باش نقربكم منها مشاهدينا الاعزاء. فهاد الحديقه هي حديقه تاريخيه كما قلنا، العمر ديالها اكثر من 100 سنه، ولكن الظروف والحاله ديال هاد الحديقه، وانتم كتابعوا معنا وكتشوفوا معنا يعني الحاله الكارثيه، الحاله السيئه، وكان المنتخبين والمسؤولين ديال هاد المدينه يعني ما كيزوروش هاد المكان، ما كيشوفوش هاد المكان. فهاد المكان مشاهدينا يعني اي مواطن، اي زائر كيجي الى مدينه الجديده فلا بد يعني يقوم بزيارة لهذه الحديقة، الحديقة التاريخية، حديقة محمد الخامس. فالكل كيطالب يعني بالصيانة وبالتهيئة ديال هذه الحديقة إكراما للراحل محمد الخامس، طيب الله تراه، بطل التحرير اللي كتحمل هذه الحديقة يعني الاسم ديالو. فهذه حديقة محمد الخامس، كتشوفوا الكراسي ديالها، كتشوفوا الحالة المهترئة ديال هاد الحديقة. فهذه هي حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة، واللي كتواجد بالقرب من الشاطئ. فشيء مؤسف، نتأسف كثيرا لحالة هاد الحديقة، الحديقة اللي كانت إلى وقت قريب واحدة من أفضل حدائق المملكة المغربية، ولكن الحالة اللي كنشوفوها عليه الآن فهي تبكي ولا تضحك كما تلاحظون معنا مشاهدينا، مشاهدي قناة شوف تي في، خاصة وأنها توجد وسط المدينة بالقرب من شاطئ لاكورنيش، بالقرب من شارع مهم، شارع رئيسي اللي كيمر من أمام بلدية الجديدة. يعني هذه المكان فهو قريب وقريب جدا من بلدية الجديدة، وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا، مشاهدي قناة شوف تي في، الحالة ديال هاد الحديقة. فالأزبال، العشب ما بقاش، يعني الغازو انتم كتلاحظوا كتشوفوا، وكأنها حديقة مهجورة، علما أن هاد الحديقة فمازال كيزوروها الناس لأنها متنفس من يعني متنفس ديال هاد المدينة. ما يمكنش أي زائر يجي للجديدة وما يشوفش هاد الحديقة، ما يمكنش لشي واحد ما يشوفهاش، لأنها هي كتعتبر جزء من تاريخ مدينة الجديدة. فإلى وقت قريب يعني أي زائر كيف ما كان نوعه فضروري يجي للجديدة، يطل هنا على هاد المكان، ما يمكنش ما يشوف شاي مدينة الجديدة التاريخية، المدينة اللي يمكن نقولوا بأنها كانت كتعتز بهاد المكان، بهاد الحديقة، الحديقة اللي كتعتبر يعني واحدة من أجمل الحدائق المغربية هاد الزمان. ولكن كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا وانتم كتتبعوا معنا وكتشوفوا معنا الحالة اللي وصلت لها هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة، وكأن المسؤولين يعني ما كيشوفوش هاد الشيء اللي واقع هنا داخل هاد الحديقة، الحديقة اللي كما قلنا متنفس لساكنة مدينة الجديدة، متنفس لزوار مدينة الجديدة. فعدد هام يعني كيجيو لهاد الحديقة، سواء السياح المغاربة أو الأجانب، ولكن هذه هي الحلة اللي صبحات عليها حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة. فهي حالة تبكي، حالة تبكي مشاهدينا، وانتم كتابعوا معنا، يعني احنا كنحاولوا نقربكم
من حالة هاد الحديقة ومن الجو داخل هاد الحديقة. حديقة اللي كما قلنا لكم يعني إلى وقت قريب كانت متنفس للساكنة، وبقى الآن متنفس للساكنة لأن الساكنة ما عندهمش فين يمشيوا إلا هنا. هذه أكبر حديقة وأهم حديقة بمدينة الجديدة، وحنا كنقوموا بهذه الجولة باش نقربكم، ولعل حتى المسؤولين ديال هذه المدينة يشوفوا يعني هذه الحالة الكارثية ديال هذه المدينة اللي كتحمل اسم حديقة محمد الخامس. فمن الضروري ومن الواجب عليهم يعملوا على التهيئة ديالها وعلى الترميم ديالها وعلى الإصلاح ديالها إكراما لبطل التحرير محمد الخامس طيب الله تراه، لأنها كتحمل الاسم ديالو. هذه كما قلنا كانت إلى وقت قريب واحدة من أهم حدائق المملكة المغربية، ولكن انتم كتتابعوا معنا وكتشوفوا معنا هذه المناظر التي تسيء إلى مدينة الجديدة، تسيء إلى هذه الحديقة التاريخية. الحديقة اللي كما قلنا لكم فهي السن ديالها يعني أكثر من 100 سنة، وانتم كتشوفوا معنا يعني حتى الممرات حتى الكراسي ديالها الحلة ديالهم كيفاش دايرة، وكأن المسؤولين المنتخبين ديال هذه المدينة ما كيشوفوش هذه الحالة وهذه الوضعية ديال هذه الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة. واش المسؤولين راضين على هاد الحالة وعلى هاد الشكل ديال هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة؟ فشيء مؤسف جدا، وحنا كنشوفوا يعني هاد الصور وهاد المنظر ديال هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة، حديقة اللي يمكن القول بأنها قلب نابض وسط مدينة الجديدة، فهي في وسط المدينة، ولكن هذه هي الحالة ديالها كما كتلاحظوا. فكتشوفوا يعني الشباب وممارسي رياضة يعني الكرة الحديدية فهم يلجون إلى هذه الحديقة، ولكن حديقة بقات كتحمل إلا الاسم من الحديقة. فكنتمناو صادقين يعني المنتخبين والمسؤولين ديال مدينة الجديدة يحاولوا يعني يرموا يحاولوا يقوموا بإعادة تهيئة هذه الحديقة، حديقة محمد الخامس، الحديقة التاريخية اللي كما قلنا يعني إلى وقت قريب كانت تعتبر واحدة من أفضل وأجمل حدائق المملكة المغربية، ولكن هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الجو العام مشاهدينا ديال حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة. وانتم كتتابعوا معنا هاد الصور ديال الحديقة اللي في العمر ديالها أكثر من 100 سنة، تحمل اسم حديقة محمد الخامس. فكنتمناو يعني المسؤولين ديال المدينة يعملوا على التهيئة ديال هاد الحديقة والترميم ديالها إكراما لبطل التحرير محمد الخامس طيب الله تراه، اللي كتحمل الاسم ديالو هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس على الأقل إكراما لبطل التحرير. يتم تهيئ هاد إعادة تهيئة هاد الحديقة وإصلاحها، لأن الحلة اللي صبحت عليها هاد الحديقة حديقة محمد الخامس والله يعني كتتابعوها معنا وكتشوفوها سواء من داخل الجديدة أو خارج مدينة الجديدة، فكتشوفوا يعني الحلة اللي صبحت عليها هاد الحديقة حديقة محمد الخامس. فحتى اللوحة النحاسية اللي كانت فيها الصورة ديال الراحل الملك محمد الخامس طيب الله تراه بطل التحرير فهي تمت السرقة ديالها وما تمش إعادة ديالها. كتشوفوا يعني المكان ديالها هو مازال هنا فين كانت هاد اللوحة، اللوحة اللي كانت كتحمل الصورة ديال بطل التحرير محمد الخامس طيب الله تراه. فالمسؤولين ديال المدينة على الأقل وإكراما لبطل التحرير لمحمد الخامس
فالضروره تستدعيهم باش يعملوا يعني على صيانه وترميم هذه الحديقه. فانتم كتلاحظوها معنا مشاهدينا، كتشوفوا الحاله الكارثيه، الحاله التهميش الذي اصبح يطال هذه الحديقه، حديقه محمد الخامس بمدينه الجديده. وانتم معنا على قناتكم قناه الشعب، قناه شوف تي في. لصراحه يعني هناك مطالب من طرف الساكنه، من طرف المواطنين اللي كيطالبوا المسؤولين ديال هاد المدينه باش يعملوا على اصلاح ما يمكن اصلاحه وتهيئه هاد الحديقه اللي كما كتشوفوا معنا وكتتبعوا معنا مشاهدينا، الحديقه التاريخيه، الحديقه اللي كانت جميله جدا. ما يمكنش لشي زائر يجي لمدينه الجديده وما يزورش هاد الحديقه لانها مطله على الشاطئ، هي بالقرب من الشاطئ. وحنا كنتكلموا دائما على مدينه الجديده بانها مدينه سياحيه، ولكن لا يعقل مدينه سياحيه نشوفوا اجمل وافضل واكبر حديقه فيها بهذه الحله وبهذا الشكل. فهذا نداء يعني دائما كيوجهوه الساكنه وكل غيور على هذه المنطقه، كيحاول يوجهوا المسؤولين ديال هذه المدينه اللي كتشوفوا مشاهدينا. وحنا غادي نحاولوا يعني باش تشوفوا حتى تشوفوا مشاهدينا، تحاولوا تشوفوا معنا حتى المكان. فكما قلت لكم وكما كنقولوا دائما هذه الحديقه فهي مطله على الشاطئ، مكان قريب جدا، فكل زائر يجي المدينه الجديده فيجي الشاطئ ديال المدينه الجديده فهو ضروري غادي يشوف هذه الحاله الكارثيه ديال حديقه محمد الخامس. ها كما قلنا لكم احنا في الحديقه، في وسط الحديقه، ولكن هذا هو الشاطئ. انتم كتشوفوا معنا يعني الشاطئ ديال مدينه الجديده، يعني الحديقه مطله على الشاطئ، فكل زائر يعني كيجي هنا الى مدينه الجديده، الى شاطئ مدينه الجديده، ما يمكنش ما يشوفش هذه الحاله الكارثيه الا المسؤولين اللي ما كيشوفوهاش. يعني اي مواطن يجي للجديده كيشوف هذا الوضع، كيشوف هذه الحاله الكارثيه، ولكن المسؤولين تاع المدينه لحد الساعه مازال ما شافوهاش، مازال ما علموش، ما عملوش على تهيئتها واصلاحها، اعاده الاصلاح ديالها. كتشوفوا معنا يعني كما قلنا لكم الحديقه فهي مطله على البحر. احنا دائما كنتواجدوا مشاهدينا بحديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة، كتشوفوا معنا الحالة الكارثية ديال الحديقة، حديقة اللي كتوجد في بجانب الشاطئ كما كتلاحظوا كما كتشوفوا معنا. ولكن هذا شيء لا يشرف سواء المدينة الجديدة أو السكان ديالها أو المسؤولين ديال المدينة. فحالة كارثية، حالة شو كتشوفوا معنا وانتم كتتبعوا معنا. فأي مواطن يعني كيجي المدينة الجديدة، يجي لشاطئ مدينة جديدة، فما يمكنش ما يشوفش هاد الوضعية وهاد الحالة ديال هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة. فالضرورة تستدعي يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه، إكراما لبطل التحرير الملك الراحل محمد الخامس اللي كتحمل هاد الحديقة الاسم ديالو. فعيب وعار حديقة تحمل اسم محمد الخامس طيب الله تراه بطل التحرير، ونشوفوها في هذه الحلة وفي هذه الوضعية. فهذه وضعية الحديقة ديال محمد الخامس. انتم كتشوفوا يعني كل ما يتواجد داخل هذه الحديقة، كتشوفوا الحلة ديال اي شيء، دمار شامل، حالة سيئة لحديقة محمد الخامس. انتم كتتبعوا معنا وكتشوفوا معنا مشاهدينا الحالة ديال حتى هذا العمود الكهربائي، كتشوفوا الحالة ديالو وسط هذه يعني الحديقة، واللي يقدر يشكل خطر حتى على الأطفال. كما كتشوفوا الصدى يطال هذا العمود اللي ما كاينش القفل، أي واحد يقدر يخشي اليد ديالو هنا، شي طفل يكون كيلعب أو لأي مواطن. فهذا هو الوضع الكارثي. احنا حاولنا نبينوا لكم حديقة محمد الخامس التاريخية اللي كتحمل يعني اسم بطل التحرير
طيب الله تراه يعني راحل محمد الخامس، فعيب وعار نشوفوا حديقة وسط المدينة الجديدة في القلب، يعني قلب نابض ديال المدينة الجديدة، يعني وسط المدينة بالقرب، فما كاينش أكثر من 10 متر على البلدية على جماعة الجديدة. يعني المسؤولين ديال المدينة كيشوفوا هذا الشيء ليل نهار في كل لحظة، كل ما جاو البلدية هما غيشوفوا هذا الشيء، ولكن لحد الساعة ما كاين أي تحرك رغم المطالب ديال الساكنة ديال المواطنين اللي كيطالبوا بالإصلاح ديال هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس. على أي كنتمناو صادقين مشاهدينا مشاهدي قناة شوف تيفي قناة الشعب يتم يعني إصلاح وترميم وإعادة يعني التهيئة ديال هاد الحديقة، حديقة محمد الخامس. فما بقى لنا مشاهدينا إلا ندعوكم، حنا غنهيو هذا المباشر، ولكن المعاناة ديال الحديقة غتبقى متواصلة مستمرة إلى حين تدخل المسؤولين لإعادة ترميمها وتأشيبها وزرع يعني النباتات كما كانت، الورود يا حسرة على هاد الحديقة كيف كانت، والكل اللي سبق ليه زار مدينة الجديدة وشاف هاد الحديقة في الحلة الجميلة ديالها غيتأسف كثير على هاد الصور اللي كيشاهد معنا الآن. مشاهدينا ما بقى لنا إلا ندعوكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. حنا غنهيو هذا المباشر، ولكن المعاناة ديال هذه الحديقة والمواطنين اللي كيجيو وكيترددوا عليها وكيزوروها يعني غتبقى متواصلة إلى حين تدخل مسؤولي هذه المدينة لإعادة تهيئتها وترميمها وإصلاحها، لأن هذه أكبر حديقة وأقدم حديقة وحديقة تاريخية، ولكن هذه هي الحلة ديالها. إلى اللقاء مشاهدينا.